خليكم، من بعد رح ننتقل هلا لمدينة غزة مع الزميل أحمد حرب وراجعين نستكمل حديثنا. تعيش فداء النشار في حي الصبرة داخل قطاع غزة، وتصطحب داخل المنزل الذي تعيش فيه ريشة تخلق يديها من خلالها رسومات تعكس حال الواقع الفلسطيني الأليم في غزة. فداء بدأت وهي صغيرة، بس فداء ما وعيتش غير لما كبرت. يعني فداء وهي صغيرة ترسم للعرايس، ترسم للألعاب، ترسم شغلات للأطفال. هلأ شوي شوي الإنسان داخله بصير في وعي أكتر، كيف هو بده يصير في عنده حلم، يصير في عنده طموح. صارت ترسم للوطن، صارت ترسم للقضية الفلسطينية. بعد ما بيتنا وقع بالحرب صار في داخلها صار في إصرار، صار في عزيمة، صار في إرادة. هلأ كل شغلاتها الجميلة اللي كانت زمان راحت. تحلم فداء بريشة تصنع ما صنعه ناجي العلي الرسام الفلسطيني الأشهر الكاريكاتير، على أمل أن تتبنى قضيتها الإبداعية الوطنية من قبل جهة ما، لتستطيع التعبير بشكل متطور أكثر عن المأساة التي حلت على الشعب الفلسطيني. بعتبرها في إلها رسالة معينة، ممكن الخريطة تحكي عن تراث فلسطيني لأنها بالتطريز. هلأ لما تيجي ترسم حنظلة، المفتاح، العلم، هذه كل هاي الشغلات رمز من رموز الوطن. أنا كبنت بحلم بالعودة، أنا مع ناجي العلي الفنان الكاريكاتير أنا بكمل مشواره. لما بكتب على لوحة هلأ كلمات لمحمود درويش الشاعر الكبير، هلأ بتلاقيني أنا بداخلي هذا الشاعر اللي بداخله كان الوطن. فكيف هلأ الشباب لازم نكمل رسالة الناس اللي راحت. ويرى المهتم بصنع فداء عبارات حالها حال الشعب الفلسطيني بشكل عام وأهل غزة بشكل خاص، ناهيك عن عبارات تعبر عن فخرها بهويتها الفلسطينية وحلم بزيارة القدس رغم القيود والجراح. لما البيت وقع راح كل إشي، يهود دمرت البيت، ما فيش ولا إشي، كل اللوحات راحت، كل إشي لفداء راح. كيف هلأ بدها تيجي ترجعه؟ صرت برجعه مش بالطبيعة وبالألوان وبالشغلات اللي بتعبر أحيانا بتعبر عن الحياة، لا صرت برجعه أنا عن جد أنا بحب هاي البلد، أنا بدي أرسم لهاي البلد. تعتبر منزلها بمثابة خلية نحل، فتحترف الرسم على الزجاج والتطريز الشعبي على قطع قماشية ورسم لوحات فنية تسودها ألوان العلم الفلسطيني وحنظل الرمز الفلسطيني الأشهر لحلم العودة. هلأ بنت لسه مش كبيرة بالفن، دائما مؤسسات ما فيش، صرت بدور على أي خامة ممكن ترتمى أو ممكن تروح. أنا كيف بدي أرسم؟ يعني هلأ الكاسة انكسرت بالمطبخ، أنا بدي أخدها بعمل عليها منظر جميل، بحط فيها إضاءة الشمع، بحس إنه هلأ أنا عملت إشي رائع من شغلة بسيطة.
يعني هلا بتلاقي انه المؤسسات احيانا ما بتدعمش الفنانين بشكل جيد، فطبعا احنا بندور على الشغلات الخفيفه ممكن احنا نعمل منها فن. هي اول ما بدات الا من اغراض البيت، يعني من اغراض المطبخ، كنت لما بدي اجي استعمل اغراض المطبخ اللي انا ضباها اتفاجئ انه فداء مخداها وراسم عليها، فينقص عند الطقم يصير يعني كده، فاتضايق اولها، في الاخر تقولي شوفي ايش عملت منه انا، شوفي كيف رسمت عليه، شوفي بعرفش ايش، فانبسط واشجع اقولها يلا فداكي خدي اعمل اللي بدك اياه منه. ترتسم على ملامح الفتاة علامات تحد وصمود بعد أن بدأت بارتقاء سلم الفن الحرفي وتطوير أدائها ليشمل الرسم التشكيلي إضافة إلى الأعمال التطبيقية التي بدأت العمل بها قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والذي كان لمنزلها ورسوماتها حصة الأسد بالهدم والتناثر. أحمد حرب، الفلسطينية، غزة. نستكمل حديثنا مواضيعنا، ولابد دائما أن نسلط الضوء على أمور فنية ونتعرف على كمان فنانين فلسطينيين. بسعدنا اليوم نسلط الضوء على شروق حرب، هي فنانة بصرية وكاتبة مقيمة في رام الله، عملت شروق في العديد من المشاريع الفنية ودرست في الخارج، يعني كانت خارج فلسطين من 97 لل 2003، درست بأمريكا وكندا ولندن كمان، وهي الأعمال كمان وسفرها خارج انعكس على شخصيتها وعلى أعمالها، ورجعت تقرأ عناوين وأسماء وصور للبلد. بسعدنا اليوم تكون معنا شروق من داخل الاستوديو. الله يصبحك بالخير. مرحبا، كيفك شروق؟ تمام. شروق حرب، اسمك فني، هل هذا أخذ جزء من شخصيتك أو هو أكيد أنه دائما كنت أحس أنه في مش عارفة أنه هو إشي لذيذ، يعني أنه إشي بالواحد بتذكره، بس بصراحة بقدرش أني أخذ كتير كريدت على الموضوع لأنه أهلي اللي سموني، يعني خصوصا أمي هي اللي سمتني، يعني فهي اللي أعطتني هذا الاسم. بس هو الإشي اللي بضحك، بعرفش إذا يمكن تعرفي شروق أسعد، فدائما لما بحكي للناس أني أنا شروق بفكروني شروق أسعد، فكتير مرات مثلا الناس معامل مقابلات مع ناس بيدخلوني بفكروني شروق أسعد، فيعني أنا بدي أشكر شروق أسعد عشان اسمها كمان شروق. لا، هاي المرة إحنا مدخلينك وعارفين أنك شروق حرب. شروق، أنا بتذكر أني كمان حضرت واحدة من المعارض اللي كانت عندك وهي الحافظ، وبتذكر اني بس حضرت كمان المعرض حسيت انه عم بتعرف اكثر، عم بلمس اكثر تفاصيل بالبلد. هو كان عمل بشكل مباشر، واعمالك عاده كمان بتكون متعلقه دائما بالشوارع وبالاسماء، وهذا كمان لفت لي نظري، بس كنت عم بحاول افهم شروق ايش عم تعمل كمان. تجربه حافظ انا بالنسبه لي تركت اثر عندي، وحابة تحكي لنا أكثر للمشاهدين عن تجربتك بالحافظ. هو أكيد هو الحافظ كتاب، وللأسف أنا ما جبتوش معي، بس هو الحافظ كتاب، وكمان عملت إشي أدائي، هذا هو اللي إشي أنتي حضرتيه كان في المحطة. بس الكتاب هو بيحكي قصة شخصية أنا تعرفت عليها في الشارع، شاب صغير كان طول عمره بيشتري، يعني بيجيب صور من الانترنت وبيبيعهم على الشارع، وبيحب هو دائما يجيب الاشياء اللي بتكون دارجة طبعا بهذاك الوقت، يعني مثلا اذا في مسلسل ضارب بيجيب بيطلع شخصيات من الانترنت. نعم بالضبط، اذا في اشياء من السياسة بيجيبه. هلا بقي هو يعمل هيك يمكن 10 سنين، وبعدين غير شوي بسطته، وانا لما تعرفت عليه وقبل يحكي معي سالته ليش انه هيك غيرت وايش صار بكل الصور اللي ضلت عندك ما بعتها. وعمليا الكتاب بحكي هاي القصه، الكتاب والمحاضره اللي انا حملتها بتحكي هاي القصه، لانه بتحكي قصه هدول الصور اللي بقيوا اللي ما حدا اشتراهم. والإشي اللي نفت نظري، يعني أنا كنت دائماً بطلع عليه، إنه كنت أحسه هو زي كأنه جريدة من خلاله ممكن نعرف إيش المجتمع عماله بفكر أو عماله بحضر بهاي اللحظات المعينة، إنه أكتر صور موجودة هي أكتر إشي موضوع ممكن يكون شاغل الناس. بالضبط. وإنت تعرفتي عليه بشكل، يعني قضيتي بالتأكيد معه وقت تفهمي أكتر إيش بعمل كيف بعمل، قديت تقبل كمان إنه هو يقعد يحكي لك يسمع أكتر وتسمعي منه، وقديت شخصيته أثرت عليكي؟ هو يعني أخذنا فترة طويلة لتعرفنا عن بعض، يعني أنا كنت بحاول أني أحكي معه لفترة، يعني لسنين صراحة.
كان دائما هو بلفت نظري وكنت دائما براقب فيه، وعشان احاول احكي معه كنت اجي مرات اشتري منه صور يعني بالميات يعني عشان بس افهمه اني انا مهتمه في عمله. بس انه كيف هو اثر فيه، انا اللي عجبني او يعني هو شخصيه كثير قويه، وبصراحه هو يعني بيشتغل كثير، يعني هو مكادح بشغله، بيشتغل من هو كثير صغير، فكنت احسه هيك يعني شخصيه كثير قويه. بدنا نسمع الحافظ لهذا المقطع، خلينا نشوفه مع بعض. يعني صارت الانتخابات 2006، بس المشاكل ما هي الاقتتال هذا 2007 صار. خففت انا صور الحماس، انا صرت اطبهم، عملوا لي مشاكل في السنين اللي عدت، يجوني انا ناس من المخابرات يقولوا لي شو اللي بتبيع هذا وهيك، مش اني اخاف منهم، اقول لهم خلص هاي حريه، يعني انا زي ما ببيع لفتح بدي ابيع الحماس للجبهه وحزب الله وغيره وغيره. بعدين خف الشغل وانا يعني بطلت اصور وبطلوا هم يحكوا شيء، يعني ما دام نخف الشغل عن السياسه الناس بطلوا يطلب الكل. وقت ما اعدموا مثلا صدام طلبوا صور كتير وبقنا كميات، وقت ما صارت حرب لبنان طلبوا صور لنصر الله، وقت ما ياسر عرفات مات في فرنسا برضه طلبوا له كتير صور، يعني أحمد ياسين وقت ما بيستشهد وعبد العزيز الرنتيسي بالذات، يعني وقت ما تجي ذكراهم مثلا السنوية تبعتهم بطلبوهم، يعني كيف أبو عمار ب11/11 بصير طلب عليه، بس برضه يعني مش هالكميات، يعني الناس طلع من بالها، تشوف انت كيف الناس ملهية بس بالقنوات الاغاني والافلام والتركي وهيك، يعني نسي السياسه، يعني بدك تقولي يا دوب 10% اهتمام بالسياسه. يعني في محاوله منك انه تفهمي وتقراي البلد، واحده منهم هو الحافظ اللي انا بتخيل انه انا كمان صرت يعني ادور انه اطلع، وترك بالتاكيد اثر في الناس كثير. انت عم بتحاولي انت تقراي البلد وتفهميها، ومشاريعك المختلفه بتدل على هذا. تحكي لنا عن تجربتك بكل الاسامي. كل الاسامي هي انا يعني لفتره طويله من حياتي كنت دائما بحب امشي بشوارع رام الله، وفجاه بال2010 انه انتبهت انه صفوا حاطين يافطات البلديه وسموا اسامي جديده للشوارع، وفي في في منها اسم جديد وفي منها ضلت زي ما هي، وانا شوي هذا عجبني هاي الفكره انه كيف هم سموا الشوارع من كمان مره، وبعدين حطوا نبذه صغيره عن كل شخصيه تمت، يعني مثلا اذا ياسر عرفات نبذه صغيره عن ياسر عرفات. فانا عجبني لما هم عملوا هيك، لانه لما طلعت على الاسامي المختلفه اللي هم اختاروها حسيت انه بتقدري تقراي شوي ايش رام الله بتحب تعكس عن حالها من خلال هاي الاسامي المختلفه اللي هم اختاروها. فيعني مثلا عندك اسامي لفرويد، لبيكاسو، للجاحظ، لياسر عرفات، يعني عارفة أسامي كتير مختلفة خلطة ولا يمكن أنه تشوفيهم مع بعض إلا على شوارع رام الله. فأنا اللي قررت أني أعمله عملت يافطة كتير كبيرة وحطيت عليها كل أسامي الشخصيات ورتبتهم على هوا يعني كيف تاريخ الولادة بالضبط عيد ميلادهم. بتذكري كانت لافتة كتير كبيرة محطوطة كمان قدام بلدية رام الله، خلينا نشوف جزء من كل الأسامي. You know the name of the street that you live on? اسامي شوارع ما نعرفش ولا شارع تبريد ولا شارع عمان شارع توفي بقى. يعني دوار المنارة لما بصير دوار ياسر عرفات فتغير، فبطل معلم من معالم رام الله الأصلي، هو معلم حلو يعني احنا نفتخر انه في اشي لقيادتنا الفلسطينية، بس بنفس الوقت احنا اولاد البلد صفينا تايهين، ولينا كل فخر ان الاسامي دي بقت شهداء للثورة الفلسطينية وإلهم باع طويل في الثورة الفلسطينية وإلهم بصمات اذا كانوا شعراء او اذا كانوا مناضلين او اذا كانوا مؤسسين. فطبعا احنا طبعا ما ننساش يعني دورهم، يعني بس غيروا باسماء. هيو هذا شارع المعلم جريس، انو معلم جريس ما حدا عارفه، هذا الشارع اللي مين العلم جريس؟ ولو كاتبين نبذة عنه بدك يعني جيل جيلين لما يفهم عنه إيش. يعني هيك كمان تعرفتي على شخصيات في البلد مش بس على شوارع وأسمائها. بتحبي الشغل بالشارع مع الناس بشكل مباشر، يعني أعمالك الفنية مش أعمال بعيدة ولكن هي نتاج بالشارع، ليش؟
هو لأنه أنا بحب أركز على الأشياء البسيطة اللي يمكن الناس ما بتنتبه عليها، الأشياء اللي ممكن الواحد بنساها أو يعني ما بشوفها وهو ماشي. بحس دائما الأشياء البسيطة هي اللي فيها المعاني اللي كتير كبيرة، فمش عارفة. كمان أنا بحس ما بحب إنه يكون عملي فيه أي تكلف، عرفتي؟ بحب إنه يبين يعني بالضبط. هو يمكن زي ما قلت يعني بديش أضل أعيد حالي، بس يعني هو عمليا مرات الحقيقة أو الأشياء اللي فيها المفارقة بتكون هي الأشياء اللي إحنا مش منتبهين عليها، اللي هي طول الوقت حوالينا. إيش في أعمالك قريبة أو عملك اللي أنت بتحلمي تعمليه؟ عمل أنا بحلم أعمله مش عارفة، هو يعني بلحقش إني أحلم، لأنه كل ما بيجيني إني فكرة إني أشتغل على إشي بشتغل. يعني أنا من النوع اللي طوالي بنتقل من مشروع لمشروع لمشروع لمشروع. بفكر بالمستقبل بحب إني أعمل فيلم، يعني في راسي إنه أعمل فيلم، وفي كمان في راسي كمان كتاب تاني حابة أعمله برضو له علاقة، يعني هو تكملة لكل الأسامي، يعني بفكر إني أكمل. بس يعني هذا هو الإشي اللي بفكر فيه. شروق يعني إحنا كمان نتمنى إنه نكمل معاكي هذا المشوار ويكون في تسليط ضوء لأعمال أخرى. بتمنى لك كل التوفيق. شروق حرب كانت معنا، هي ضيفتنا لليوم. شكرا كثير على تواجدك معنا، وهيك مشاهدينا بنروح فاصل وراجعين لآخر فقراتنا.